تعرض نتنياهو لانتكاسه سياسيه مع استقاله بني جانس ووزراء حزبه من حكومه الطوارئ، عكرت هالانتكاسه على نتنياهو انجازه باستعاده اربع أسرة من حماس من دون ما تشكل الاستقاله ضربه قاضيه، استقاله جانس وحزبه ما بتخسر نتنياهو الاغلبيه، جانس كان خارج الائتلاف اللي اعطى نتنياهو الاكثريه لتشكيل حكومته، وما انضم الا لحكومه الطوارئ بعد 7 اكتوبر، عشان هيك دعوه جانس لاجراء انتخابات مبكره ما بتتحقق الا اذا انشق عن نتنياهو حدا من ائتلافه. والمرشح لهيك انشاء يوما ما هو وزير الدفاع يوف غالانت اي انا اتوجه بشكل شخصي الى وزير, وزير الدفاع يوف. انت قائد بطل وانت وطني بالمقابل اللي بيتاثر بهالاستقاله هو مجلس الحرب المشكل من ثلاث وزراء هن نتنياهو غالانت وغانس اضافه وزيرين بصفه مراقب واللي من صلاحياته اتخاذ قرارات بتخص الحرب من دون الحاجه للتصويت بالكنيست هذا المجلس صعب يضل في معنى لوجوده الا اذا لقى نتنياهو بديل لغانس بس لهلا البديل مش متوفر اخيرا من المتوقع انه استقاله غانس تزيد من الارتباك الاسرائيلي مع جبهه لبنان لانه غانس قائد عسكري قبل ما يكون سياسي هو خبير بالجبهه اللبنانيه شارك بحرب تموز كان اخر عسكري اسرائيلي غادر لبنان بانسحاب سنه 2000